السلام عليكم، معكم فدوى وقناة كاتوتي. الوصفة ديالتنا اليوم هي حلوة بسيطة جدا واقتصادية، كتخرج لنا كمية اللي هي كبيرة. كنستخدم فيها بيضة واحدة وكتعطينا كمية اللي هي كبيرة اقتصادية، والمكونات ديالها موجودة عندكم أكيد في البيت. يمكن لكم أنكم تحضروها بمناسبة العيد المولد النبوي، كتجي في شكل رائعة بحال هذا الشكل وفي المذاق جد رائعة. كنتمنى أنها تنال إعجابكم. إلى أول مرة كتزوروا القناة ديالي، متنساوش أنكم تضغطوا على المربع الأحمر، فعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتضغطوا على زر الإعجاب إلى عجبكم الفيديو ديال اليوم. دوزوا طريقة التحضير والمقادير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج حبة من البيض، استعملوا حبة اللي تكون من الحجم الكبير. غادي نحتاج الكأس ديال الزيت النباتية، كأس ديال السكر حبيبات أو السكر سنيدة. غادي نحتاج الكيس من الخميرة الكيميائية، هنا عندي وزنه 8 غرام. غادي نحتاج الرشة ديال الملح، والدقيق تيبقى على حسب الخليط ديالنا. وهنا غادي نحتاج الكاوكاو مهرمش، هنا عندي كاوكاو مهرمش، كيمكن لكم تستخدموا بلاصتو اللوز او تستخدموا الكاوكاو. ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، غادي نجيب واحد الاناء او كسعة. فاش غادي نخلط، غادي نوضع فيها الحبة ديال البيض، ثم غادي نضيف ليها السكر والرشة ديال الملح. الرشة ديال الملح ما تنساوهاش، ضرورية في الحلويات لانها كتخرج لنا مذاق ديال الحلاوة وكتجينا المذاق ديال الحلوى احسن. غادي نجيب بحال هكا طراب يدوي، وغادي نحاول انني نخلط البيضة مع كأس ديال السكر سنيدة حتى غادي ينسجموا جيدا. ومن بعد غادي ندوز باش نضيف لهم باقي المقادير. خلطوا البيضة والسكر جيدا باش ما يبقاش لنا السكر حبيبات في وسط الحلوى، ويجي الشكل ديالها او المذاق ديالها فيه السكر. من بعد ما خلطت الخليط بحال هذا الشكل حتى داب ليا السكر، غادي نضيف ليه كأس ديال الزيت وغادي نستمر في الخليط. الى بغيتو تجيكم الحلوى هشيشه اكثر، كيمكن لكم انكم ديروا خليط بين الزيت والزبده، يعني نص كأس ديال الزبده والزيت. هنا غادي نضيف الفاني بودرة، انا عندي فاني بودرة، غادي نستخدم منها ربع ملعقه. كيمكن لكم تضيفوا كيس ديال السكر الفاني، نسيت ما حطيتوش لكم في المقادير في الاول. ومن بعد هنا غادي نبقى تنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنخلط حتى غادي تجمع ليا العجين. هنا كيمكن لكم تضيفوا عاوتاني 2 معالق كبار ديال النشا الا بغيتوا تجيكم الحلوه هشيشه اكثر، ولا تكتفيوا بالدقيق فقط، يعني كيبقى على حسب الاختيار. هنا ضفت الكيس ديال الخميره الكيميائيه، الوزن ديالو 8 غرام عفوا. غادي نبقى نخلط بحال هذا الشكل حتى غادي تجمع ليا العجين. كيمكن لكم تستخدموا بحال هذا الشكل غير سباتولا كتجمع لكم بها العجين، يعني ماشي ضروري انها تدلك، فقط انها تجمع. ونبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق، هزت ليا هاد البيضه 400 غرام ديال 250 غرام ديال الدقيق. غادي نخلي لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف في الاسفل، وكتبقى على حسب الحجم ديال البيضه، يعني الدقيق تيبقى على حسب الخليط. كتكون العجين بحال هذا الشكل، عجين اللي هي رطبه ولكن في نفس الوقت عجين اللي هي كتجمع وكتولي مجموعه ومجانسه. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما تنجمعها تتكون عجينه بحال هكا رطبه ومجموعه. غادي ندوزو باش نحربلوها. كنقطعها الكويرات بحال هذا الشكل، كويرات متساويه، وغادي ناخذها ونحربلها بحال هذا الشكل على شكل عصيات كبار او حربول اللي هو كبير بحال هذا الشكل. ومن بعد يعني كيبقى على حسب الحلوه والحجم ديال الحلوه اللي بغيتو. الا بغيتو الحلوه تجيكم كبيره غادي ديروا حربول اللي هو غليظ او كبير، بغيتوها تجيكم صغيره غادي ديروا رقيق بحال هذا الشكل. غادي نجيب بيض البيض وغادي ندهن الوجه ديال العجينه ديالي بحال هذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب الكاوكاو اللي مهرمش وغادي ندوز فيه العجينه ديالتي بحال هذا الشكل حتى غادي
تجمع تلصق عليها الكاوكاو من الجناب كاملة بحال هذا الشكل. نتأكد أنني لصقت عليها الكاوكاو، ومن بعد عاد باش ندوزو نحفروها من الوسط باش نلقاو أننا نزوقوها من بعد. هنا كنجيب الملعقة، كنجيب الظهر ديال الملعقة أو اليد ديال الملعقة، وتنشد في العجين تنبقى نحفر فيه بحال هكا باش تعطيني الشكل ديال هاد الحفرة. يعني الصور راه كتبين لكم الطريقة بالضبط، ومن بعد غادي نعاون بس الأصبع ديالي حتى غادي نقاد الحلوة مزيان، وغادي تشد ليا الحجم اللي بغيت او الفورمة اللي بغيت. من بعد غادي نجيب الصينية اللي كتدخل الفرن، فرشتها هنايا بورق الطي، غادي نوضع فيه الحلوة ديالتي او الحربول ديالي ديال الحلوة. غادي نستمر على هاد الشكل حتى غادي نكمل الكويرات اللي عندي، غادي نوريكم مرة اخرى. كنحربلو العجين بحال هاد الشكل، ومن بعد كنبقاو ندهنوه بيض البيض باش يلصق لينا عليه الكاوكاو. ومن بعد غادي نجيب الكاوكاو اللي مهرمش، كيمكن لكم تستخدموا اللوز الى ما كانش عندكم الكاوكاو يعني، او استخدموا فقط الكاوكاو بحال هذا الشكل. غادي نحربلو حتى غادي يلصق عليه من جميع الجوانب بحال هذا الشكل، ومن بعد غادي نحاول انني نحفرو من الوسط باش نزينو من بعد ما يطيب. كتبقاو تحفروا فيه بحال هذا الشكل بالملعقة او بالظهر ديال الموس او اي حاجة، المهم انه نحفروا الحربول ديالنا من الوسط بحال هذا الشكل حتى يتقاد لينا. من بعد غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الحلوة ديالتي كاملة، ومن بعد غادي نستفها في الطاولة اللي غادي تدخل الفرن، وندخلهم الفرن اللي يكون مسخن من قبل حتى يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم. يعني كيطيبوا عادي، يعني ماشي ضروري اننا نسخنوا الفران يكون مجهد، وانما على حسب كأنكم تطيبوا حلوة عادية حتى يطيب ويتحمر ونخرج. هنا من بعد ما طابت لي الحلوة وخرجتها من الفرن بحال هذا الشكل، هذا هو الشكل ديالها، كنخليها حتى كتبرد، وكنجيب الشوكولاتة البيض او اللي ذوبت في حمام مائي، وغادي نعمر الوسط ديالها بهذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب الشوكولاتة الاسود حتى هو اللي ذوبته في حمام مائي، وضعته في هاد العلبة ديال لاصوص، او يمكن لكم تستخدموا فقط بلاستيكة ديروا فيها الشوكولاتة الاسود، وندير به خطوط بحال هذا الشكل. ومن بعد نجيب السكين ونحاول انني نزوق الحلوة ديالتي بحال التزيين ديال ميلفوي بحال هذا الشكل، يعني تزيين اللي هو بسيط ولكن في نفس الوقت كيعطي منظر رائع وراقي للحلوة. غادي نستمر بحال هذا الشكل، غنعمر الوسط ديال الحلوة حتى نكملها ونزينها بخطوط ديال الشوكولاتة ونجرها بالموس. يمكن لكم ديروا التزيين اللي تعجبكم. غنستمر انا على هذا الشكل حتى غادي نكمل الحلوة ونتلقاو، ونخليها نخلي الشوكولاتة حتى تجمد ليا، ما توضعوهاش في الثلاجة لانها غادي تصعب انكم تقطعوها من بعد، وانما تخليو الشوكولاتة انه يجمد فقط في المطبخ، يعني غير حتى يجمد لكم بلا ما يكون جامد بزاف. ومن بعد ندوزو باش نقطعو الحلوة ديالنا. هنا من بعد ما كملت الحلوة مع ما جبدات الحلوة ديالتي وكملت هذا التزيين، غادي نجيب سكين اللي هو ماضي وغادي نقطعها على شكل اللي هو مائل باش تعطيني هذا الشكل ديال الحلوة. يعني كديروا غير بشوية باش ما تهرش لكم الحلوة، في نفس الوقت تعطيكم شكل اللي هو جميل. ضروري انه يكون سكين ماضي باش تجيكم الحلوة مقادة في الشكل ديالها. من بعد ما تنكمل الحلوة تنوضعها في طبق التقديم بحال هذا الشكل، كتجي رائعة بحال هذا الشكل واقتصادية سهلة التحضير
وكتجي رائعة وراقية في المنظر. كنتمنى ان الحلوة ديال اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش دائما تدعموا القناة وتشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، تخليوا لي تعليقاتكم دائما في خانة التعليق في الاسفل، والى الفيديو القادم باذن الله.